هذا الكلام موجه لكل من سب الشهداء وبلاد الشهداء واللي حد مقدر عليه كلامنا مش عليه اسمع بلادي يا ألجيريا انت يا كعبة الثغارة وأرضك هي مسقية بنت الشهداء الغرارة احنا شعب التضحية من اللي بداها التاريخ وغطى الأصيل سالح من غيب عمامة الشيرة جبت على طارق بن زياد والأمير عبد القادر ومرزاق والحداد هذه قصة طويلة ما عندي كيف نحكيها عشرون وألف كتاب ويا ربي لكن يكفيها في رقم بكوتي جيدة يوث من أرض الذلة وطانا يدستور وليلة علوية الراجل يضيع الشهادة على جرمع تشتعبارون ما لسمعني يا فرعون تمر ربي راك ملعونة عند ربي شهيد ما يحتاجش للشهود ماشي كي جدك لي باع فلسطين لليهود احنا يا ولاد الجيري ولاد مليون ونص شهيد كل واحد فينا عقليته بن مهيدي وبم العيد احرايرنا نعبو الرجلة اللي انت يا عايش فيها جميلة بوحيد مازالت حية سقسي عليها هرلي كانت بطولتها تزعزع الارض والسماء جدودك داروا عليها فيلم يتفرجوه في السينما واسمع يا حسام حسن حاشا الخنزيرة نحن لا نحلي بالفراعنة اللي تغيرة واسأل في التاريخ له نحتفلوا احنا بي النار تعرف له الأمازيغ ملاحوش راسك في النار هرلي بيت انت يا العار جاية والناس خلاتك كنت قادر ثم تموت بالصحة وتعيش حياتك راه تشوف كي نجيبوا الرقعة بالقاهرة ضد السباقة وثم راه تعرف كشكون هو جدي شناقة نادي يا ألجيريا انت يا كعبة الثغارة وأرضك هي مسقية بنت الشهداء البرارة احنا شعب التضحية من اللي بداها التاريخ وغلط النصي مسالح من بيع عمامة الشيرة كلاح جبت على طارق بن زياد والأمير عبد القادر ومرزاق والحداد هذه قصة طويلة ما عندي كيف نحكيها عشرون وألف كتاب ويا ربي لكن يكفيها بكري يا فرعون خدمتكم تشرك لفام أعلى بيها قضت عليكم إسرائيل في ست أيام خلتكم كيما الحوطان في حرب السبعة وستين وقريب عودوا لكم الضربة في عام 73 وسهركم في أرض الشهداء ولاد الجيري الحمد لله اللي صدقكم رجال الهواري أقراها في التاريخ أنا ما نقول لك ما تقوليه وإذا ماكش ما نصحتي سعد الدين الشافعي وجات الدمي الناف وفرحوا كي سمعوا بالقرعة وبكل وقحة حسب روحهم ضنوا طلعة وجاتهم زومبيا دارت لهم حاجرة في الصبا وفي تشاكر الثلاثية معانا شبعوا مع أخبار وجاءوا فتوى من دار الإفتاء للمساندة وراحوا كلو رمضان غباه يربحوا رواندا كاني في شرعه وخليهم في أحلامة وبعد الربحة ودي فيه ليكونوا في الأهرامة خلي نحل بان المصري في شوية تاريخ اسمع مني واطلع للكلية سقسي عليها الشيخ سموها القاهرة المعز وش معناها المعز لدين الله الفاطمي هو اللي بناها وشكون هو المعز هو أب الدعوة الشيعية كابر في تاجودة مهد الدولة الفاطمية وتاجودة في العلمة والعلمة هي بلادية صافي القاهرة يا المصري بنوها لكم اجدادية نقولها كلمة واحدة والمجهة لكل حثالة اللي حب يشرك فمه وانا نلوحه في الزبالة نقرا فيك وكنطر عليك وبصيف على جذبابة زيد مركيها بتحكيها للأجيال اللي موراها خالدة قالت كلمة والفرعون يحفظ معناها إذا مصر أم الدنيا لجيري يما تماها وزيد تغلط معاها نجيك حتى للقاهرة ونوري لك وش تسوى انت يا ولد العار